Et ouais, c'est bon. Je commence. Plusieurs fois. C'est un bel ma belle. Ah, oui, non. Jazaïrien. Génial. Ah, ouais. On peut poser une question. Poser à Chara. Désolé. Thank you.
طلقات طلقات أسطى قرأت يعني ما طاحت هاي منها هاي منها تنسيها قرأت قومني قغني أهم فاس On t'a envoyé un message, non? السلام عليكم الزوج داون خير اذا ممكن نبدا الندوه الصحفيه تاعنا كما تعرفوا هذه الندوه الصحفيه قروا الصحفيين وكذلك ممثلين عن هيئه الدفاع اليوم باش نديروا ندوه صحفيه بمناسبه الحكم الاخير اللي صدر على محكمه سيدي محمد وهو لأدان الصحفي خالد الرامي بثلاث سنوات حبس لكن غرامة مالية وكل من المتهمين سليمان حميكوش وسمير العادي لعامين بما فيها أربع شهور حبس نافذ والباقي غير نافذ بالتأكيد نظن باللي أغلب الصحفيين كانوا تبعوا معنا شوية المحاكمة اللي صارت يوم 3 أوت هيئة الدفاع بكل قوة استنادا على الملف اللي كان معروض على العدالة حاولت أنها تبرر وتمد كل الأدلة الدفاعية باللي هذا الملف هذا ما عنده حتى علاقة مع متابعة قضائية ولا وقائع اللي يستحقهم عليها هاد المتهمين أولا باش نتابعوهم قضائيا ثم باش نحكموا عليهم خاصة بالحبس النافذ وكما تعرفوا الشيء اللي لاحظناه في المحاكمة هذه هو أنه ممثل الحق العام اللي هو وكيل الجمهورية وكذلك رئيس الجلسة كانوا بداوا يطرحوا في أسئلة اللي معنا حتى علاقة مع ملف الدعوة كما تعرفوا كيتحرك من طرف الضبطية القضائية في 7 مارس وين المتهمين في 3 بقاو في التوقيف تحت النظر يعني لا غارد دو 3 ايام ومد وجزر بين النيابه والضبطيه القضائيه وجهوا لهم تهمتين التهمه الاولى هي المساس بوحده وسلامه التراب الوطني ماده 79 من قانون العقوبات والتهمه الثانيه اللي هي تتعلق بالتحريض على التجمع غير المسلح ماده 100 من قانون العقوبات طبعا الملف مشى في هذا الاتجاه ولكن من بعد الملف خذا واحد الاتجاه واحد اخر ابتداء من تصريحات في الندوة الصحفية تاع رئيس الدولة في 2 ماي لما بالتلميح تكلم على زميلكم الصحفي الحر خالد الدراني ورئيس الدولة آنذاك بلا ما يسميه قال باللي هذا الإنسان هذا راه يخدم خبارجي عند السفارة من السفارات الأجنبية من هذاك المنطلق احنا كي حضرنا التحقيق في السماع في الموضوع والتحقيق هذا صار في مؤسسة القليعة كما تعرفوا هذاك دي مزور يعني إجراءات الحجر الصحي كان قاضي التحقيق هو اللي يتنقل باش يدير التحقيق على مستوى مؤسسة القليعة وفي مؤسسة القليعة آنذاك شفنا بلي السيد قاضي التحقيق بدا يسأل أسئلة ماهيش موجودة في الملف بدا يسأل خالد الدراني مع من راح تتعامل القنوات الأجنبية وعلاش واحد النهار عرضوا واحد الجمعية اس او اس تاع كونتخ لو راسيزم في فرنسا وعلاه كذا وعلاه كذا حنا بالنسبة لنا كدفاع انا ذاك يعني قلنا
نبهنا السيد قاضي حتى كنا نبغي هذه المقاييس مش موجوده في الملف، لان الملف راه فيه تهمتين اسالوا على التهمتين الوشي اللي راه موجود للتحقيق تاع ضبطيه قضائيه. من هذاك المنطلق تمت الاحاله، حتى قرار امر الاحاله تاع السيد قاضي ما تكلمش على تهم جديده، دارلو الاحاله امام المحكمه بالتهمتين اللي تابعوهم بها من الاول، يعني التحرير على الطاج المغربي المسلح والمساس بوحده التراب الوطني. نهار المحاكمه تفاجئنا باللي السيد مؤمن الحق العام وكذلك الرئيسه كانوا يسالوا في خضراني على حوايج ما عندها حتى علاقه مع المتابعه وما عندها حتى علاقه مع الوقائع اللي موجوده في تحريك الدعوه العموميه. نبهنا احنا كدفاع باللي هذه الامور هذه ما عندها حتى علاقه مع الملف، ولكن المفاجاه الكبرى لما صدر الحكم. الشيء اللي نقدروا نقولوا احنا كهيئه الدفاع من باب الموضوعيه، احنا دائما كهيئه الدفاع نحاولوا نقدموا وسائل الدفاع تاعنا بناء على الملف، ما نهضروش على حوايج اللي ما عندهاش علاقه مع الملف. كي دافعنا كل المحامين اللي دافعوا على هذا المتهمين في القضيه امام محكمه سيدي محمد، قلنا بلي لازم الرئيسه تلتزم بامر الاحاله، امر الاحاله فيه تهمتين، ما عندك الحق تسالي المتهمين تاعنا الا على التهمتين الاثنتين، ولكن شفنا اللي راحت منها منحه واحده اخرى، شفتوا الالتماسات تاع النيابه اللي كانت 4 سنوات حبس نافذ وكذلك 4 سنوات حرمان من الحقوق المدنيه، وفي النهايه كيصدر الحكم. هذا الشيء اللي خلانا اليوم حنا بالنسبه لنا كممثلين تاع هيئه الدفاع لازم نوضحوا للراي العام الوطني وكذلك الدولي باللي خالد الضرافي وسمير بن عربي وسليمان حبيطوش راهي تبعتهم النيابه تهمتين المساس بالوحده والتحرير على التجمهر غير المسلح، وثبتنا خلال الدفاع باللي ما كان حتى عنصر لا الركن المادي ولا الركن المعنوي ولا اراده تاع الناس هذو باش يهدوا السلامه تاع وحده التراب الوطني ولا باش يحرضوا الناس هذو. سليمان حميطوش سمير بن عربي نشطاء وهذا شيء معروف، ودخلوا ديجا للسجن في قضيه من قبل، وكان سمير بالعربي تمت متابعته امام محكمه كبير مراد رايس ودا البراءه بنفس التهم، واليوم شوفوا باللي كاين توجه من طرف السلطه اولا في تداخل في السلطه القضائيه، وهذا الشيء اللي نددنا به احنا كهيئه الدفاع باللي الشعب الجزائري باللي خرج في 22 فبراير 2019 هو يطالب بالفصل بين السلطات وباستقلاليه السلطه القضائيه. احنا رانا نطالبوا باللي القضاة كي يحاكموا اي انسان اي مواطن جزائري سواء خالد الضرامي ولا غيره ولا معتقل الراي ولا المعتقلين السياسيين، لازم القضاة يلتزموا واش كاين في الملف، يحاكموا الانسان ويديروا معاه الانتيغوغاتوار على واش كاين في الملف، ما هو خارج الملف مش من حق العداله تهضر على حوايج اللي مش موجوده في الملف. ولكن اليوم شفنا باللي تصريحات رئيس الدوله هي اللي وجهت تقريبا الحكم اللي صدر اليوم ضد المتهمين في الثلاث، وضد خاصة الحكم بالحبس النافذ ب3 سنوات ضد خالد الضرامي. حنا نديروا هذه الندوة الصحفية اليوم فقط باش ننوروا الرأي العام ونقولوا ما هي الخلفيات. اليوم نعتقد باللي كاين متضررين، خالد الضرامي كإنسان وكصحفي متضرر لأنه قام بالمهمة تاعو. المتضرر الثاني هو القضاء، لأن القضاء اليوم أصبح يستغل كوسيلة توظف لتصفية الحسابات وهذا الشيء خطير. والمتضرر الثالث هو الصورة تاع الجزائر اللي راهي تقول راني دولة ديمقراطية وراني دولة تاع الحريات وراني نحترم الحريات تاع المواطنين والمواطنات. دونك اليوم هذا الشيء اللي خلانا نديروا معكم هذه الندوه الصحفيه باش نوضحوا رانا تحت تصرفكم لاي اسئله. نحيل الكلمه الى سي محمد ولوغي. السلام عليكم، مازول في الدوام. الفرصة هذه تاع
قصدي عند المصحفي هذه بعد المؤاخذة نعلم وإن كان من لجنة مساندة خضراني صحفي خضراني كانت موجودة منذ أن تم اعتقاله، ولكن اليوم نعلمها بشكل رسمي باللي هذه اللجنة مفتوحة للجميع، تسوى صحفيين ولا حتى المواطنين والأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني، كل الفاعلين في الساحة الوطنية. علاش؟ لأن قضية حرية الصحافة هي قضية مجتمع وليست قضية صحفيين وحدهم، ما هيش قضية تاع وظيفة فقط، ما هيش قضية تاع كورفوراسية، هي قضية تاع مجتمع، قضية تاع شعب. خضراني أنا حضرت المحاكمة تاعو، عطينا كامل المحاكمة تاعو، ما كانتش محاكمة تاع شخص ارتكب أفعال، حكم محاكمة تاع مهنة. الأسئلة اللي كان يطرحها القاضي واللي كان يطرحها النائب العام عليه هي أسئلة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، يقولوا له على كيفاش تتعامل بدون اعتماد. على بالكم الحكاية تاع كيفاش تتعامل مع الصحافة الأجنبية تي في 5 ولا فرانس 24 ولا الجزيرة ولا أي قناة أجنبية، تتعامل معها بدون اعتماد، هذه ماهوش قانون، ما كاش قانون في الجزائر يمنع العمل بدون اعتماد ولا بالاعتماد، ما كاش الشيء اللي كاين، أنو كاين إجراء إداري، إجراء إداري تمارسه الحكومة الجزائرية. يعني مع كل قنوات مع كل وسائل الاعلام الاجنبيه تعطيهم نافيتاسيون باش يكون عندهم مكتب في الجزائر. هذا المكتب واش يعني؟ انك لما تكون انت اكريديتي نمشي فالابل ميم بور لا بريس لوكال لا لا بريس ناسيونال، عندك اكريديتاسيون باش تروح تغطي حدث معين. هذا واش يعني لاكريديتاسيون؟ اما ان الصحفي يتدخل في قناه في تلفزيون ولا فرنسا ولا اي قناه يتدخل في قناه ولا يدير دي بريستاسيون سيرفيس مع قناة كولابوراتور كيما يديروها الجارفون تاع الصحفيين كمتعاون مع قنوات أجنبية، هذا ما يحتاجش اعتماد. ما كاش حاجة في القانون الجزائري تقول بلي كيما تخدم مع صحافة أجنبية بدون اعتماد تروح الحبس، سان اكزيست با في القانون الجزائري سان اكزيست دون زوكي لوا أو موا. ثانيا علاش قضية حرية التعبير هي قضية مجتمع ماهيش قضية تاع صحفي وحدهم ولا قضية تاع أفعال ارتكبها خضراني؟ لما قضية تسأل خضراني تقول له علاش شرط البيان الفلاني؟ ما يهمش كل البيان، بيان تاع الباد ولا بيان تاع حزب سياسي آخر ولا أي بيان. كيفاش الصحفي كيفاش الصحفي ما ينشرش بيان تاع أي تنظيم كاين؟ اليوم قال لك الباد يغدو يقولوا لنا حتى الاحزاب المعتمده غدو يقول لك النقابات تقول كلش صدر اليوم. اذا كان سمحنا اذا كان صحفيين سمحوا اليوم القاضي يسال صحفي علاش الصف بين الفلاني نفتحوا الابواب نولي وحدنا قائمه الاحزاب ولا قائمه الشخصيات ولا راهم دايرينها في القنوات العموميه في التلفزيون كاين قائمه شكون تجيب شكون ما تجيبش في الراديو كاين قائمه شكون تجيب يديروها بور توت لا بريس يديروها بور تو لي جورناليست. وإذا كان كما معاهم راح يديروا لنا ميم لاكريديتاسيون بور لا بريس ناسيونال ماشي لا بريس لاترونجير. ما عندكش لاكريديتاسيون ما تخدمش، فيش راك جورناليست لازم يعطيك هما لاكريديتاسيون. انا نهار يعطيني يا عمار بن حيمه لاكريديتاسيون ديفيزيوني والله ما نديتش لاكارت تاع كريم تاع حميد كريم ما نديتش لاكارت تاع عمار بن حيمه ما نديك لاكارت تاع حتى وزير. نهار نولي نخدم بلاكارت اللي يعطيها لي وزير والله ما نخدم والله نروح نبيع الخبز نروح ندير كسره نبيع الخبز وما نخدمش الكارت يعطيها لي وزير فوالا. شكرا سي محمد. استاذ بادي يتفضل. شكرا على الحضور. هنا نقول جدين اليوم في مقر اسود ديسباري ونشكرهم ونحييهم على انهم في كل مره يمكنونا من المقر لندافع معا على الحريات والحقوق، وهذا الشيء مشكورين عليه جزيل الشكر. نشطاء اسود ديسباري جزيل الشكر لكم. جزيل الشكر للسيدات السادة الحضور والصحفيين والصحفيات. الأهم في هذا الموضوع والمهم في هذه الندوة يجب أن نؤكد على نقاط ثلاثة في هذه الندوة وأراها مهمة جدا. النقطة الأولى التي يجب أن نؤكد عليها، لماذا تم اعتقال خالد رامي؟ النقطة الثانية، لماذا تم اعتقال خالد رامي؟ والنقطة الثالثة، ماذا حدث بعد اعتقال خالد رامي؟ هذه ثلاث محاور نحاول نتناولهم باختصار باش توصل فكرة وفكرة واضحة
للرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي على أن خالد دراني صحفي مسجون ظلما في السجون الجزائرية. لماذا اعتقل خالد دراني؟ سؤال مهم جدا. خالد دراني قبل اعتقاله تم مساومته عدة مرات، وتم اعتقاله من عدة دوائر أمنية. في كل مرة كانوا ياخذوها اعتقد انهم اخذوها 4 مرات دوائر أمنية مختلفة، وحاولوا يساوموه في الكلمة الحرة، في الصورة الحرة، في العمل المستقل الذي يقوم به، عكس أبواق الإعلامية التي يستغلها النظام والتي وظفها لصالحه وقيدها على أن تتخلى عن تغطية الحراك وأن تسايره في فكرة الانتخابات والوضي في خارطة طريق السلطة. فخالد دراني رفض كل هذه المساومات الأمنية وأصر على البقاء حرا في إيصال الكلمة الحرة والصورة بكل أمانة للمواطن، لأنه يؤمن بأن من حق المواطن كما هو موجود في الدستور الجزائري الحق في المعلومة بدون أي تلوين سياسي، بدون أي ضغط سياسي، وبدون أي توجيهات سلطوية. خالد بقى وفيا للخط المهني الاحترافي الأصيل الذي أراد من خلاله أن يكون صحفيا حقيقيا لا يساوم في مهنته. هذه اللي خلت السلطة تعتقل دراني بعد عدة مساومات ترفضها كلها. فقررت السلطة أن تسكت هذا الصوت من خلال وضعه في السجن. بماذا اعتقل خالد دراني؟ طرحنا السؤال لماذا؟ الآن نطرح السؤال بماذا؟ ما هي الوقائع؟ ما هي الوقائع التي نسبت لخالد دراني وهي موجودة بين أوراق الملف الذي وضع بين يدي المحكمة؟ في أوراق الملف موجود فيديوهات. أول حاجة سئل عنها خالد دراني هي فيديوهات ينقلها بكل أمانة من أهازيج وهتافات وشعارات يحملها الجزائري أثناء حراكه في الشارع، وبكل يعني بدون أي تغيير يوضعها بين قوسين وينقلها بدون أي تعليق عليها في إطار عمله الصحفي الذي كان يديره من خلال منصته على التواصل الاجتماعي. إذن هذه الواقعة التي سئل عنها أمام قاضي التحقيق، أمام الضبطية القضائية، وأمام جهات الحكم التي أصدرت الحكم، سألوه على فيديوهات. لماذا تنشر هذه الفيديوهات؟ يعني مسألة خطيرة جدا أنه إنسان ينشر فيديوهات على صفحة التواصل الاجتماعي لهتافات المواطنين تعتبر تهمة. هل يمكن أن يكون هناك عاقل يعتبر تصوير هتاف الشارع فعل يجرمه القانون؟ إذن السلطة الجزائرية، السلطة الأمنية والسلطة القضائية اعتبرت هذه الوقائع جرما، رغم أنها لا يمكن لهذه الوقائع أن نجد لها نصا قانونيا يكيفها. وهذه يعني مصيبة عظمى تحدث في 2020 في القضاء الجزائري. النقطة الثانية التي سئل عنها خالد دراني هي مشاركته كضيف. أنا نقول كضيف، وعبد المجيد تبون كان ضيف في فروز نت كات. إذا خالد دراني سئل لماذا تستضيف فروز نت كات، هل يمكن أن نسقط فعل استضافة شخص أمام قناة ما بأنه فعل يجرمه القانون؟ مستحيل. الأسئلة الأخرى التي طرحت تتعلق بتيفي 5 مون. لماذا تتعامل بأي طريقة؟ وضح بأن الطريقة التي يعمل بها مع تيفي 5 مون هي بصفته الصحفي متعاون، وهذا متعارف عليه دوليا، وأعتقد بأنكم تعرفون هذا جيدا كونكم صحفي. إذن فهذه هي الوقائع التي سئل عليها خالد دراني، فيديوهات ومشاركات إعلامية. هل الفيديوهات التي ينشرها والمشاركات الإعلامية التي يساهم من خلالها في إثراء المعلومة للمواطن تشكل بأي شكل من الأشكال جريمة يعاقب عليها القانون؟ وضعوا له من خلالها التحريض على الجمهور، المساس بالوحدة الوطنية. إذن أعتقد بأنني أكتفي هنا في
فيما يخص السؤال الذي طرحته وقلت بماذا اعتقل خالد الراني. الان السؤال المهم في خصم هذه الندوه اللي لازم نأكدوا عليه هو ماذا حدث بعد اعتقال خالد الراني وماذا حدث للقضاء؟ ماذا حدث للقضاء؟ وتتذكرون جيدا ان بمجرد اعتقال خالد الراني التلفزيون العمومي راح استضاف وكيل الجمهورية ونائب عام مساعد وقدموهم في التلفزيون العمومي يحاول يقولوا بأن الجزائر ما عندهاش صحفيين في السجن، وجاءوا يتكلموا على أن الوقائع المنسوبة للصحفيين المتواجدين في السجن لا ترتبط بمهنتهم، وإحنا كنا رجعنا كهيئة الدفاع لمدير التلفزيون قلنا له بأنه ما يحقلكش أنك تجيب وكلاء النيابة باش يوجهوا تصريحات اللي ربما تأثر على عمل القضاء، وقلنا له بأنك راك تحت طائلة المادة 147 من قانون العقوبات التي تمنع أي تأثير على عمل القضاء قبل صدور الحكم. لم تكتفي السلطة بتصريحات وكلاء النيابة، مشى السي عمار بن حمر زاد تصريحات يتكلم من خلالها على الأسف، يتكلم من خلالها على أن الصحفيين اللي راهم مسجونين أرادوا زرع الفتنة، ومشى في نفس المسار تاع التلفزيون العمومي علّه يساهم بشكل آخر في تحويل مسار القضية إلى تأثير سلطوي آخر. إذا نحن الآن أمام تأثيرات التلفزيون العمومي اللي هو ملك الشعب الجزائري باستضافة وكيلين نيابة دون أن يسمح التلفزيون العمومي بحق الرد للمحامين تاع الصحفيين. وفي تلك الفترة كان هناك أعتقد 3 أو 4 صحفيين راهم السجن، راهم الحبس المؤقت عفوا. التدخل الأخير كان من طرف رأس الجهاز التنفيذي عبد المجيد تبون، يستضيفوه صحفيين يتكلم على ملف خالد الراني بإيحاءات وبتبطينات أقل ما يقال عنها أنها كانت سبباً في التأثير على عمل القضاء. نحن نؤمن بأن لولا هذه التدخلات من جهات التلفزيون العمومي وجهات وزارة الإعلام وجهات رأس السلطة التنفيذية ما كان ليصدر هذا الحكم. وبهذه الطريقة رغم أن القانون وأنا قلت المادة 147 من قانون العقوبات وكنا رجعنا حتى على تصريحات عبد المجيد تبون ورجعنا له في بيان وقلنا له بأن هذا العمل يمنعه القانون أنكم تصرحوا وتأثروا على القضاء، وهو يعني ملف خالد كان آنذاك أثناء التحقيق وسير التحقيق، وشفنا أن النتيجة أنه خالد الراني في النهاية ينال أقصى عقوبة منذ بداية محاكمة الحراك في جوان 2019. كل نشطاء الحراك على اختلاف التهم التي تبعوا بها كانت أقصى عقوبة نهاها خالد الراني يوم 10 أوت 2020. لا نعلم لماذا ولا نعلم كيف ولا نعلم ماذا يريدون بالضبط من خالد الراني، ماذا يريدون من الكلمة الحرة، ماذا يريدون من الضغط على حريات الجزائريين. لأن اليوم إذا نجتمع هنا فنحن نجتمع من أجل الحفاظ على الحريات الأساسية، لأن حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الكلمة يرتبط بها مصيرنا جميعا ويرتبط بها مصير البلد. نحن لا ندافع على خالد الراني فقط، نحن ندافع على حرية الكلمة وحرية الصحافة وحرية كل جزائري. نحن اليوم رانا هنا ربما حاولنا نعطيكم فكرة شاملة ومستعدين للإجابة على أي سؤال تطرحوه، إن شاء الله نحاول ننجحوا ما استطعنا، وشكرا جزيلا. شوفوا شوفوا صح.
شاوين افتكرت السلام عليكم شكرا جزيلا على الحضور وشكرا لسويس الاسباني على موقعهم هذا المقر نحن الصحافه الجزائريه مبنونه اليوم لسويس الاسباني رغم اننا نلتقي معها كثيرا يعني في محنتها خلال السنوات السابقه اعتقد اننا اليوم نعيش صدمه في الصحافه الجزائريه ونعيش حداد ونعيش ايام حزن في الصحافه الجزائريه لانه هذا الحكم على خالد الدراري اعتقد انه يشكل سابقه في تاريخ الصحافه الجزائريه وهو حكم يعني ياتي ليناقض تماما كل الخطابات السلطويه التي تتحدث عن عهد جديد في الصحافه الجزائريه عن حريه مطلقه للتعبير اليوم الحكم على خالد الدراري يثبت ان هذا الكلام كان كلام زائف وكان كلام للاستهلاك الاعلامي فقط والحقيقه الماثله امامنا اليوم هي ان عندنا زميل بسبب عمله الصحفي موجود في السجن ايها الزملاء وهذا امر خطير جدا لاننا نعيش اليوم في القرن 21 هذه الممارسات في العديد من الدول انقرضت تماما ولكنها للاسف الشديد ما زالت موجوده في الجزائر وبشكل فظيع انا ما اريد التاكيد عليه اليوم انه خالد الدراني اعتقل وحكم وادين وهو صحفي بمعنى انه كل ما جرى هو غير دستوري وغير قانوني لانه عندنا الماده 50 في الدستور 51 في الدستور تقول وتبين وتوضح انه لا يجوز حبس الصحفي بينما كل الوقائع الموجوده في ملف خالد الدراري يعني الى ان يثبت العكس هي تبين انه كان يقوم بعمله الصحفي بل اضيف على ذلك حتى الجهات الرسميه اليوم تعترف أن خالد الدراري حكم وأدين لأنه صحفي. نشوف لا ديباش برقية وكالة الأنباء الجزائرية تصف خالد الدراري في المحاكمة بالصحفي. نشوف التلفزيون العمومي يصف خالد الدراري في المحاكمة بالصحفي. إذا أنتم سجنتم صحفياً ولم تسجنوا مناضلاً مثل ما كنتم تزعمون في السابق أنه ما عدناش والله ناس موجودين في السجن بسبب أداء الصحفي لا معليش ولكن لأنه نعرفكم من الجانب القانوني والدستوري أنه الصحفي لا يسجن بالتالي هم يثبتون على أنفسهم اليوم أنهم سجنوا صحفياً في مخالفة واضحة وصريحة للدستور وكيف يفهمونا إذا كان الدستور مكتوب نقراوه موجود في الجريدة الرسمية وكل شيء يعني في الموقع تاع الجريدة الرسمية في الإنترنت إذا هذاك هو الدستور هذاك هو إذا كان دستور غير مكتوب يتم التعامل به بطرق ملتوية وبطرق أمنية وبطرق غير يعني قانونية مع الصحفيين يقولون هذا الشيء ولكن توش يهمون بأن خالد الدراري اعتقل وأدين لأنه ليس صحفي وكان يشارك في المظاهرة لا خالد الدراري بشهادة ما جرى في المحاكمة اعتقل لأنه كان صحفي كان يغطي المظاهرة كان ينشر بيانات لأحزاب سياسية كان يغطي مسيرة الحراك وبالتالي كل هذه الوقائع إن لم تكن عملا صحفيا فما هي يعني لا يوجد لها توصيف آخر أنا أعتقد أنه خالد الدراري اليوم ليس قضية شخص خالد الدراري القضية أعتقد أنها تجاوزت شخص خالد الدراري وهي قضية الصحافة الجزائرية برمتها قضية مستقبل الصحافة الجزائرية لأن خالد الدراري يراد له أن يغتال معنويا وأنا أزن كثيرا كلامي
يعني يريدون اغتيال المعنوي لشخص خالد الدراني. لما يخرج مسؤول كبير في الدولة ويصفه بالخبرجي هذا اغتيال معنوي للشخص، هذا اغتيال معنوي للشخص. ولما لا نجد أثرا لهذا الكلام في الوقائع وفي المحاكمة هذا أعتقد أنه فضيحة الدولة تمت في الجزائر بعد إدانة خالد الدراني، يعني وبعد التأكد أنه ما يوجد في الملف ليس موجودا يعني في الواقع وفي الحقيقة. يعني أنا أعتقد أنه الخلفية اليوم أصبحت واضحة، خالد الدراني اعتقل وحكم وأدين لأنه صحفي. لماذا استهدف خالد الدراني بالذات؟ استهدف خالد الدراني بالذات لأنه كان يغطي الحراك الشعبي، لأنه كان ينقل صوت المواطنين، ونحن نعلم أن السلطة كانت ترفض تماما منذ شهر أبريل ورواح أن يتم تغطية الحراك الشعبي سواء في القنوات أو في الصحف وما إلى ذلك، وحتى القلة القليلة الباقية التي كانت تغطي الحراك الشعبي كانت تمارس عليها التضييق، تمارس عليها الرقابة، تطارد في قوتها، الصحفيين يتعرضون للملاحقات الأمنية. إذن خالد الدراني يمثل هذا الرمز الذي يراد من خلاله أن يغتال من أجل أن يتم تخويف الصحفيين، من أجل أن يتم تهديد الصحفيين على أساس أنه هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها. أنا أعتقد اليوم حتى أختم أنه لا يمكن أكررها ثلاث مرات أن تكون هناك حرية صحافة في الجزائر دون إطلاق خالد الدراني ودون إطلاق مسار إصلاح الحقيقية في الصحافة. شكرا سيدي محمد، يعطيك الصحة. دونك ننطلقوا مباشرة للأسئلة باش نفتحوا المجال للسيدات والسادة الصحفيين، أسئلة حول نقاط أخرى اللي ما تناولها ما تناولناهاش في هذا الندوة الصحفية من طرف المنتدى الثاني الأربعة. تفضلوا، ماذا بكم اللي يتكلم يقول شكون هو وشكون يعني القناة المنتدى؟ تفضل شنو العشاد. السلام عليكم. السلام عليكم. La question qui se pose aujourd'hui, les avocats font un excellent travail. Le comité de défense fait un excellent travail. La question qui se pose aujourd'hui, comment arrêter, je sais que c'est une conférence de presse, hein, donc je vais aboutir, je vais par une question. Comment arrêter cette politique répressive à l'égard des médias, à l'égard des journalistes, à l'égard des ceux qui détiennent des blogs, ceux qui s'expriment au niveau de Facebook. C'est la question aujourd'hui qui est centrale pour la profession. Que faut-il faire aujourd'hui, nous journalistes? Les avocats, ils font leur boulot, ils font un excellent boulot, de mon point de vue. Que faut-il faire aujourd'hui pour que la profession s'organise dans des conditions sanitaires pénibles, difficiles? Que faut-il faire aujourd'hui pour arrêter tout cela et surtout pour faire sortir de prison tous les collègues qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et je pense que la condamnation de Khalid Drahi est une catastrophe qu'on n'a pas connue depuis de longues années. Moi, je suis dans la presse, ça va faire rire un peu les gens, mais depuis 113, on n'a jamais vu un scénario pareil. C'est-à-dire qu'un journaliste condamné à 3 ans de prison, on dirait que c'est un trafiquant de drogue. Ça, c'est des peines qui sont dévolues à des grands bandits qui braquent des banques, qui font du trafic de drogue, etc., etc. Un journaliste, 3 ans de prison, je pense que c'est une volonté du pouvoir de mater ce qui reste comme liberté d'expression. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il ne reste pas beaucoup d'espace public d'expression. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Et je reviens aux journalistes qui sont au niveau du comité Drahi. Il faut peut-être, c'est ça, ma suggestion, c'est de réfléchir. Est-ce qu'il ne faut pas réunir aujourd'hui plus de journalistes pour discuter des voies et moyens, discuter la marche à suivre? Est-ce qu'il ne faut pas, dans les prochains jours, se retrouver en respectant les conditions sanitaires pour voir quelles sont
quelles sont les actions à mener, quels sont les axes de travail, etc. Parce que la bataille va être dure. Elle va être dure. Elle est déjà dure. 3 ans de prison pour Khaled Drarni, c'est inimaginable. C'est une condamnation qui est d'une ampleur pour le monde de la presse ici en Algérie, dans le monde. C'est excessif. On a eu des échos, des réactions au niveau international. C'est notre pays aujourd'hui classé tout simplement comme étant une dictature. Voilà, on jette un journaliste parce qu'il a tout simplement, c'est la France qui revient un peu partout dans le monde, il a filmé le Irak, allez, 3 ans de prison, etc., etc. Donc la question que je pose aux animateurs journalistes du comité, les avocats, ils nous ont très bien éclairés aujourd'hui, que faut-il faire pour justement arrêter cette politique répressive à l'égard des médias? Quels sont les axes qu'il faut définir entre journalistes, en s'appuyant sur la société civile, s'appuyant sur le mouvement associatif, les partis politiques démocratiques, tous ceux qui sont intéressés par la construction d'une Algérie démocratique. Voilà ma question aux journalistes qui sont... Que faut-il faire aujourd'hui? Merci. Merci, M. Bouchette. On va prendre question par question ou un lot de questions, comme ça on se répartit. Question par question, question par question. La question de Karamba, on l'a débattu. C'est l'objet de ce comité qui a été créé depuis l'arrestation de Khaled. Khaled a été arrêté depuis 4 mois déjà. Et depuis 4 mois qu'on cherche une solution, qu'est-ce qu'il doit faire pour le libérer? Donc on a ce seigneur, personne n'imaginait qu'il allait être condamné pour la raison de prison. Si j'ai fait un mandat d'époque, on a pas sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le libérer? Pour qu'il soit libéré. Lui, il est condamné. Ça fait 4 mois qu'il est en prison, la dernière fois. Il est condamné à 3 ans de prison, mais il y a 4 titres qui ont donné l'information de Khaled Drarni à la une. D'autres n'ont même pas, d'autres journaux n'ont même pas donné l'information. Donc c'est vraiment dur, c'est vraiment dur de réunir aujourd'hui les journalistes. J'aimerais bien un appel tout de suite, un rassemblement, une grève ou je ne sais pas, que les journalistes les suivent. Qui va suivre? Je suis sûr que même dans les rédactions qui continuent encore, au moins, à assurer le minimum de l'information sur les détenus d'opinion, sur les journalistes incarcérés, etc., ou les condamnés. Ce n'est pas tous les journalistes qui vont suivre le mot d'ordre de grève ou le rassemblement. Marc-Bab et Omar, le comité, et on continue à discuter pour trouver un moyen. Voilà. Merci. J'aimerais rajouter quelques éléments suite à l'intervention de M. Bouchette. Mohamed Abid, des gens qui sont des pionniers dans la presse libre, et nous sommes avec nous. Je pense que Hurriyat Sahafa n'est pas une question de sahafiens. Hurriyat Sahafa est une question du société. Hurriyat Sahafa est une question de la Jazaïria. Hurriyat Sahafa est une قضية كل مواطن ومواطنة جزائرية. على خاطر لو كان الصحفيين الأحرار ما ندافعوش عليهم اليوم، ما ندافعوش على حرية الصحافة، ما كان حتى واحد غدوة اللي راح ينقل الانشغالات والمعاناة تاع المواطنين. هذه هي سيتادير إلا رانا تاكلين على المؤسسات الإعلامية تاع لا بروباغاند اللي صرف عليها 15 مليار وباش برك يزينوا وجه المسؤولين. هذا شيء خطير. دونك انا نقول اليوم باللي حقيقه ما لازمش نروحوا نروحوا لديارنا ونقعدوا كوم سي دو ريان نو سي باسي. لا اليوم كلنا كمجتمع، والمجتمع فيه الطبقه السياسيه، فيه النخب، فيه المواطنين، وفيه الاعلاميين، لازم كامل نقولوا باللي اليوم العقوبه تاع خالد الدراني تهديد وعقوبه ضد كل الصحافه الحره، تهديد وعقوبة وانسداد لكل مصير الصحافة في الجزائر. دونك أنا قلتها ديجا، تحملت مسؤوليتي أون طونك بوليتيك أون طونك مومبغ دو كوليكتيف تاع لي زافوكا،
قلتها بلي اليوم مش مصير خضراني اللي راه في خطر كشخص، ولكن مصير الصحافه وحريه الصحافه هو اللي صبح في خطر في بلادنا. اذا ما نتجندوش، اذا اون سو موبيليز با كامل كمجتمع كنخب، وحنا عندنا الاولويه كنخب باش نتصدروا هاد لا موبيليزاسيون. نحب برك ما تفوتنيش الفرصه باش نشكروا كل الصحفيين في العالم، خالد الدراني تجندوا له كل الصحفيين، ولا نقولوا صحفيين في كل مناطق العالم، في اسيا، في افريقيا، في امريكا اللاتينيه، في امريكا، في اوروبا، في كل مناطق العالم تجندوا خالد الدراني وندوا بهذا الظلم اللي ما يستحقوش خالد الدراني كصحفي اذا جوست في سون ميتي جورناليست. دونك وي لي اكسيون سي نيسيسير. بدأت في الندوة الصحفية ما راحينش نعلنوا عليهم ولا، ولكن نعلنوا على الأقل أن أبيل كما قال السي محمد، أن أبيل لكل الأحرار في البلاد، لكل الناس اللي راهم باغيين المطالب تاع الشعب اللي عبر عليها دوبي لو 22 فيفري، ومن بينها الحريات الأساسية ما لازمش نسكتوا عليهم، ولازم هذو يبقاو دائما هما الأهداف تاعنا المشتركة اللي هما الحريات. دونك أن أبيل لكل مواطنين، لكل النخب، لكل الصحفيين اينما وجدوا في الخارج في الداخل، لازم اليوم نتجندوا باش نوضعوا حد الى هذه الممارسات ونوقفوا في وجه هذه السلطه اللي هي تتكلم خطاب ولكن في الممارسات دير العكس. تتذكروا باللي رئيس الدوله قال انا راح نمد يدي وراني ندعم حريه الصحافه، ولكن اليوم كيعود رئيس الدولة اللي هو ضامن لاستقلالية السلطة القضائية، رئيس الدولة ضامن بحكم الدستور إلى احترام الدستور والسهر على تطبيق الدستور. الدستور يقول يمنع أن صحفي يدخل الحبس على خاطر مارس مهمته كصحفي. اليوم لازم نقولوا باللي رئيس الدولة يتحمل المسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية، لأنه اليوم راهو كاين هناك خرق للشيء اللي موجود في الدستور. دونك حنا لازم كل انسان ما يحترمش قوانين الجمهوريه، وحنا كشعب كمواطنين كنخب نشوفوا بلي المواطن الجزائري كان في قمه الوعي لما جات الكورونا وجا الحجر الصحي، المواطنين حبسوا الحراك الشعبي، حبسوا المظاهرات السلميه، ولكن النظام مازال مستمر. اليوم لازم نقولوا للنظام بلي اللي يخرق في الدستور واللي ما يحترمش قوانين الجمهوريه هو النظام الجزائري وهو السلطه في الجزائر. دونك ما لازمش نسكتوا على هذا الحاجه هذه. اذا اليوم خالد الدراني دا 3 سنين، لو كان ما نعقبوها مرور الكرام وما نتجندوش، راح يكون مصير كل الجزائريين في خطر. تفضلوا اذا كان اسئله اخرى. تفضلي مدام. صباح الخير صابرين عبينا، حاليا لا انتمي لاي قناه او مؤسسه اعلاميه. اول حاجه راني حابه نبدا بها انه القرار المتخذ في حق زميلنا الصحفي خالد راني هو قرار اقل ما يقال عنه انه قرار مجحف، ليس في حق خالد فقط بل في حق الصحافه وفي حق حريه الصحافه وفي حق كل صحفي حر في الجزائر. اليوم للاسف وللاسف خالد دفع ثمن مهنيته، 3 سنوات حكمت او تقررت بحق خالد كانت او دفعها بسبب مهنيته، بسبب وطنيته، بسبب حبه لنقل صوت ورساله الشعب، بسبب انه خالد كان هو اللي عوض المؤسسات الاعلاميه في وقت ادارت فيه ظهرها لهذا الشعب. خالد قرر انه يكون هو منبر هذا الشعب وصوتهم ليوصل رسالتهم. اليوم سؤالي لكم ساده المحامين، وكذلك اليوم اسال هذا السؤال موجه كذلك للقاضيه التي قررت هذا الحكم في حق الصحفي خالد الدراني، وكذلك لوكيل الجمهوريه وحتى لرئيس الجمهوريه في حد ذاته. كيف لثلاثه اشخاص يحاكمون بنفس التهم، المساس بالوحده الوطنيه والتحريض على التجمهر غير المسلح، ان يتم اقرار او الافراج في حق شخصين، بينما الشخص الثالث يتم الزج به في السجن وللاسف يتم الحكم عليه بعقوبة 3 سنوات وهي العقوبة الأقصى منذ بداية الحركة كما سبق وذكرتم. للأسف اليوم أقول بأن الصحافة الجزائرية تعيش للأسف تعيش في السجن، نحن مسجونون. اليوم نحن هنا رانا ضمن الندوة الصحفية، ولكن أنا يعني أشعر بأنني مسجونة، زملائي كذلك، يعني اليوم حتى ونحن أحرار ولكن بسجن خالد نحن كلنا مسجونون.
كما قال خالد لما يكون صحفي واحد في السجن فإننا كلنا في السجن. إذا قلتوا في بالكم باللي بيسجن خالد سنسكت وسنرضخ، لن نرضخ، بل زدتمونا عزما على أن نقول الحقيقة وعلى أن نستمر في نقل الواقع وفي نقل الرسالة اللي أراد خالد أنه يوصلها للناس ويوصلها للشعب. اليوم نقول بأنه نحن كصحفيون ولو أننا قليلون في يعني في هذه الندوة، ولكننا يعني نملك من العزم ما يخولنا، لأن نعوض كل هاد الصحفيين في المؤسسات الإعلامية للأسف اللي ما تضامنوش مع زميلهم واللي ما حبوش يهضروا. يعني للأسف لما تشوف زملاء في المهنة في مؤسسات إعلامية أخرى يرفضون، ويعني للأسف 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 يخافون من أن ينشروا حتى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بالك أنه يروحوا يهضروا في المؤسسات الإعلامية. اليوم لما صحفي يسجن ونشوفوا أنه صحفيين خارج الوطن من كافة بلدان العالم تضامنوا مع خالد راني في حين أبناء بلده واللي راهم من نفس البلد سكتوا، للأسف أنا نقول بأنه تمنيت أنه ما ندخلش للصحافة وما نعيش هذا الوضع المزري الذي أقل ما يقال عنه أنه سجن الصحافة. للأسف يعني هذه الازدواجية في الحكم وهذه الازدواجية في القرار، وين رانا رايحين؟ ما كان ذنب خالد، هل ذنبه الوحيد أنه كان صحفي؟ أم ذنبه الوحيد أنه قرر ينقل صوت ورسالة الشعب؟ قولوا لنا، هل خالد متهم فعلا بالتخابر؟ أعطونا الأدلة، علاش ما حكمتوهش نهار كان في المحكمة بتهمة التخابر؟ لماذا المسس بالوحدة الوطنية والتحريض على الجمهورية المسلحة؟ أعطونا الحل. سيد عبد المجيد تقول أنت قلت بأنه خبارجي، أعطينا الدليل باللي خالد فعلا خبارجي، نحن ننتظر الدليل ووقتها راح نسكت. ولكن الآن لما قررتم أن تحكموا على خالد راني بثلاث سنوات سجن نافذة لن نسكت ولن نرضخ، بل سنواصل إلى أن نحرر خالد راني ونحرر الصحافة الجزائرية. نعطيو الأستاذ بازي يجاوب على هذا السؤال. أقل ما يجب أن يقال في سؤالك هو أن التحامل على خالد راني كان واضح، وأن منظومة الحكم في قضية خالد راني سقطت سياسيا وسقطت قضائيا وسقطت أخلاقيا. كيف سقطت سياسيا؟ سقطت سياسيا عندما يقولوا ناس ينتمين للجهاز التنفيذي يدخلوا في عمل القضاء ويوجهوا القضاء ويأثروا القضاء ويوظفوا القضاء، وهذا هو السقطة السياسية. رغم أن الدستور الجزائري يؤكد على الفصل بين السلطات ويرفض باش يكون هناك توظيف القضاء أو تأثير القضاء أو توجيه القضاء، لكن توجيه كان واضح. السقطة الأخلاقية حدثت عندما بدأ ما صار هذا الملف، عندما تم توقيف الإخوة سمير وسليمان وخالد، تم توجيه لهم تهمة التحريض على التجمهر مع 30 آخرين، لكن بقاو يروحوا ويرجعوهم لمحافر الشرطة الكوميساريات بون 3 جور، اليوم يعاودوا يرجعوهم. بعدها قرروا قال هذه التحريض على التجمهر ماهيش كبيرة، لازم نلقاو لهم تهمة شوية كبيرة باش تكون فيها عقوبة كبيرة باش نقدروا نديروهم حبس مؤقت ونقدروا ندافعوهم، لكن وقفوهم بدون وقائع فقط، لأنهم كانوا في الشارع. خالد راني كان يغطي مسيرة 7 مارس وسمير وسليمان كانوا في هذه المسيرة، فقاضي التحقيق قرر يوم 10 مارس باش يدير الإيداع لسمير برعربي وسليمان حميطوش ويخلي خالد دراني في الإفراج المؤقت. يعني رقابة قضائية، الأمور تمشي في منحنيات أخرى وفي اتجاهات أخرى إلى أن يصدر أمر قرار من غرفة الاتهام يلغي مسألة الرقابة القضائية ويحولها إلى إيداع رهن الحبس المؤقت. وهذا هنا بدينا نشعر بان هناك حقيقه تحامل على خالد راني، والامور تمشي الى ان تتضح الرؤيه اكثر. يوم 2 جويلية يوم وكيل الجمهوريه هو يقدم طالب القاضي التحقيق يقول له تفرج على بالعربي وتفرج على حميطوش وتخلي خالد راني، ويصدر امر من قاضي التحقيق باش يفرج على بلعرفي وسليمان حميطوش
ويخليه حال الظالم اللي راح يسمى القتل. وهذا هو اللي يعطيني انطباع الازدواجيه اللي تكلمت عليها استاذه، ان فعلا لا يمكن ان يكون هناك من المنطق انه اشخاص يتابعوا بنفس التهم ويتحكموا في نفس المكان وبنفس الوقائع، يكون هذا دو فيتاس واحد يدي 20 شهر سيرسي، وحنا متاكدين باش يكونوا خاوتنا سامير وسليمان متاكدين من براءتهم، ما يستاهلوش حتى 20 شهر سيرسي وما يستاهلوش 4 شهور نافذ. سمير وسليمان ما ارتكبوا حتى واقعه جرمها القانون، باش نكونوا واضحين، باش هنا ماشي الانسان، ولكن البعض اللي يعتقد بان ربما احنا نحوسوا نضعفوا موقف هذا ونقوي موقف هذا، لا، احنا نعتقد ونؤمن من خلال اوراق الملف انه لا سمير بعربي لا سليمان حميطوش لا خالد بران ارتكبوا واقعه جرمها القانون، لكن انك انت تلقي عليهم القبض في نفس المكان وبعد ذلك تصدر احكام متفاوته ما يتقبلهاش المنطق. لكن هنا الحقيقه يجب ان تقال ان التحامل كان واضح منذ القاء القبض عليه الى تصريحات مسؤولين في الدوله الى كل هذا الكلام من بين عباره خبرجي لاوراق الملف والوقائع والاسئله اللي دارت في الجلسه، لا يوجد اي شيء كان يمكنهم انهم يوضعوا الخالد الدراني تهمه التخابر. يعني هنا كذلك مساله اخلاقيه انه يكون راس الجهاز التنفيذي ويكون راس السلطه التنفيذيه يتكلم كلام لا يبنى على منطق، واحنا راسلناه ووضحنا في بيان بان هناك مغالطات، واذا راهم يعطيوك معلومات مغلوطه لازم تكون مدرك لهذا الشيء. وفعلا المحاكمه اثبتت ان خالد الدراني لم يقم لا بفعل التخابر لا بالمساس بالوحده الوطنيه، ملفه فقط فيه عمل كصحفي، سواء فيديوهات سواء مشاركات اعلاميه لا اكثر ولا اقل. شكرا استاذ فادي، تفضل. خالد ابو بكر جورناليست في المغرب اليوم. J'ai vu dans le communiqué que vous avez lancé la procédure en appel auprès de la Cour d'Alieu. Est-ce que Khaled Brahmi comparaîtra en procès individuel ou bien c'est ou bien avec ses co-accusés? Si individuel, est-ce que le mécanisme judiciaire le permet? Je ne sais pas. Merci. قبل ما نجاوب على السؤال تاعك فيما يخص الأقيل، بغيت برك نزيد حاجة إضافة باش قال الأستاذ فادي، هو أنه التدخل تاع رئيس الدولة لما سأل الصحفيين على الصحفي خالد الدراني كي كان في الحبس الاحتياطي ومازال، خرق مبدأ أساسي في القانون على بالكم في القانون الجزائي اللي هو للغوا بينال، اللي هو سكو نقول لا بريزومسيون دينوسونس، يعني قرينة البراءة. قرينة البراءة هذه سي ان برانسيب كاردينال في الدغوا بينال، ما عندوش الحق أي شخص إي أونكوغ موان لو شيف دو ليتا اللي هو إلي كارون دو لانديبوندونس دو لا جوستيس دو ريسبي دو لا كونستيتيسيون. راهو كاين مادة في الدستور تجعل من اللي رئيس الجمهورية هو ضامن لاستقلالية السلطة القضائية، كيفاش رئيس دولة ضامن لاستقلالية السلطة القضائية ويتدخل في قضية مازال قيد التحقيق؟ يعني ما عندوش الحق، يا سكون ابل لو سوكري دو لانفورماسيون، مازال القضية مادام في التحقيق مادام ما صدرش فيها حكم ما كان حتى واحد عنده الحق، خاصة في سلطة اللي المفروض فيها تكون مستقلة عن السلطة القضائية يتدخل ويوجه هذه التهمة، وهو اللي تكلم على المسألة تاع تخبريج كونتر خالد الدراني سون لو سيتي، قال راهو راح للسفارة ومد المعلومات. دونك سا سي ان بريسيدون تري غراف، يعني حتى في أسوأ اللحظات اللي عاشتها بلادنا ما شفناش بهذه الطريقة المفضوحة أنه رئيس دولة يتدخل في قضية مازال تراهن التحقيق ويوجهها، وهذا الشيء اللي يفسر الحكم نتاع 3 سنوات. مثلا بالنسبه للسؤال تاعك تاع الاستئناف، كما تعرفوا هيئه الدفاع استأنفت الحكم ككل، يعني استأنفت الحكم اللي صدر تاع 3 زاني دو بريزون فيرم على خالد الدراني، ولكن ايضا الحكم اللي صدر في حق سليمان حميطوش وسمير بن عرضي. دونك هو ملف واحد ما نقدروش نفصلوه، حنا درنا استئنافات للمتهمين 3، الان مع الاسف
خالد الدراني راح يبقى في الحبس الى غايه انه تتحدد له جلسه على مستوى الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر. هذا الشيء هذا شيء مؤسف، ولكن هذا ما يمنعناش حنا كهيئه الدفاع باللي نديروا طلب الافراج اذا السلطه، وهذا الشيء اللي نتمناوه باش خاصه باش السوف لونور دو لاجيري، باسكو هذه رانا اليوم ولينا مضحكه ومهزله عالميه انه صحفي تحكم عليه بثلاث سنين حبس نافذ ويبقى في الحبس. المفروض انه اليوم الاجراءات سمحنا احنا كهيئه الدفاع اننا نقدموا طلب الافراج للهيئه التي اصدرت الحكم في انتظار انه يتحدد له تاريخ الجلسه نتاعهم في المحاكمه في الاستئناف، باش على الاقل خالد الدراني كما سمير بن عبد سليمان حميد واش يقدروا يمثلوا امام المجلس في الاستئناف بطريقه يكون حر ويقدر يدير محاكمه طبقا للشروط المطلوبه في شروط المحاكمه العادله. هذا الشيء اللي نتمناه. الان هذا مرتبط ومرهون بمدى التجنيد نتاعنا، سادير لا موبيليزاسيون. Il faut continuer la mobilisation. Parce que les gens ne sont pas les gens qui ont été en train de se faire. الان اي مواطن جزائري يكتب تدوينه في فيسبوك تاعو باسكو راه كاين الحجر الصحي، مواطنين ما يقدروش يظهروا، ما يقدروش يجتمعوا، ما يقدروش يتلاقوا، دونك بقى لهم غير لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو مواطن يكتب في ان ريزو سوسيو في الفيسبوك حاجه يتبعوه قضائيين ويديروا له المساس في الوحده الوطنيه. لا سي تو سو سون توت لي ليبرتي انديفيدويل اي كوليكتيف كي سون اون دونجي، با اونيكمون لا ليبرتي دو لا بريس. Donc tout dépend aussi de notre mobilisation et du soutien qu'on doit créer autour de cette affaire. Fadlou, vous avez dit que il doit comparaître libre. Ce qui veut dire que Khadrami comparaîtra une fois le procès programmé à la Dosage, il comparaîtra tout seul. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne comparaît pas tout seul. Non, 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 pas du tout. Le dossier Hada, c'est un seul dossier. Le Milaf Wahed, qui a une istilaf min taraf le mutahamin fi tlata. Donc le Milaf qui est tabarraj ala mustawa al majlis, rah yitahakmou kamel. Elle est haoul, elle est mashhad. Donc muhakama wahda. هذا الشيء اللي نعرفه من الناحيه الاجرائيه كيما اللي صار في سيدي محمد دينا و استاذ كاين كوميتي سوتي انترناسيونال الى اونفوي لا ليتر تاع بيير اودا عاد كنت تقراوها دوكا على لي ميديا بيان سور. دونك اليوم راهي عندنا ان ميساج جانا من بيير اودا، ميساج او كوميتي ناسيونال دو سوتيان اخال دراني بيبونير ان طونك en tant que journaliste, de Pierre Audin, fils de Josette et Maurice Audin, et membre du comité international de soutien à Khaled Darami. Je ne connais pas Khaled Darami. Je l'ai croisé à Paris le 17 octobre 2019, alors que la solidarité s'organisait pour les détenus du Hirak. Je ne connais pas Khaled Darami, mais je le connais très bien, car c'est grâce à lui, à ses interventions à la télé ou à la radio, à ses posts sur Twitter, que vendredi après-midi, mardi après-midi, j'ai pu suivre ce qui se passe en Algérie. Khaled Darami est un journaliste algérien indépendant, correspondant du RSF et de TV5 Monde depuis le 22 février. Il couvre le Hirak en toute indépendance, en toute liberté. Le pouvoir algérien ne l'a pas supporté. Il l'a enfermé, condamné Khaled Darami. Avec lui, il a enfermé et condamné cette liberté légitime à laquelle aspire le peuple algérien. Le Hirak, la révolution du sourire, se réclame des shuhada de l'époque de la guerre de libération. À l'époque, le journal Alger Républicain a été interdit. L'humanité a été censurée de nombreuses fois, pendant que les journaux à la solde du pouvoir prospéraient 60 ans après, alors que le ministre de la Communication et le chef de l'État se vantent de soutenir financièrement la presse, les journalistes sont jetés en prison. D'abord Khaled Darami, puis Mansour Eid Qassi,
des journaux électroniques sont régulièrement bloqués en Algérie, TSA, Interline, Casbah Tribune. La nouvelle loi sur les fake news permet d'arrêter quiconque ose s'exprimer sur les réseaux sociaux, y compris les journaux comme l'a expérimenté le journal Liberté. Mes parents s'occupaient d'héberger des camarades du PCA, Parti communiste algérien, mais aussi l'imprimerie du journal clandestin du PCA Liberté. Quand mon père a été arrêté, les paras ont installé une sorcière, une souricière chez nous, ce qui leur a permis d'arrêter aussi bien Henri Allègre, directeur d'Algérie républicain, un des slogans du jour. Je ne sais pas si c'est la dernière. Voilà la lettre qui a été adressée, le message qui a été adressé par Pierre Audin, le fils de Joseph et Maurice Audin, à tout le comité national de soutien à Khaldaran. Fadlo, il y a quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure? C'est une question ou pas? Pardon? La lettre n'est pas finie. La lettre n'est pas finie, c'est pour ça. Je me disais que... Je vous donne mon téléphone? Oui. ما كان مغار تجي يخرونك وما تتكرم donc je continue de le message. Alors, Alger républicain ne veut pas dire toute la vérité, mais il ne dit pas que la vérité. Maurice Audin a été torturé et assassiné parce qu'il voulait une Algérie indépendante, fraternelle et solidaire. Aujourd'hui, j'ai honte pour ce pouvoir qui oublie son histoire, agresse les manifestants sur la place Audin, arrête Khaldarani à proximité de la place Audin, dans la rue même où ma mère garait sa 4 chevaux, une rue, certainement qu'elle est en pente pour pouvoir démarrer sans manivelle. Moi, mon histoire me colle aux tripes. C'est comme si, encore une fois, on arrêtait quelqu'un chez moi. Évidemment, il est très facile de soutenir Khaldaran quand on est à Paris, comme moi, que quand on est à Alger comme vous, mais ce soutien est indispensable. Khaldaran est l'otage du système algérien parce qu'il fait son métier de journaliste en toute conscience. Ce faisant, nous sommes tous otages de ce système, nous sommes tous en manque d'informations sur la reconnaissance du sourire. La fidélité aux idéaux des Shuhada aurait dû motiver l'Algérie à être la première dans le classement des pays pour les libertés de la liberté de la presse. Elle est la 140e sur 180 pays. Le Maroc est 133e. La Tunisie, 72e. Les trois pays semblent s'être entendus pour faire la chasse aux journalistes indépendants. L'Algérie prétend participer au concert des nations en signant des traités internationaux qui garantissent des droits et libertés. Dans la liberté de la presse, elle doit se ressaisir et libérer Khaldarani tout simplement et laisser les journalistes faire leur travail, laisser les citoyens s'exprimer tout simplement. Fin du message. Merci. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Je veux juste rappeler à toutes les présents et présentes que le projet de communiqué qui va sanctionner cette conférence de presse, en langue française il est prêt, en langue arabe il y a un peu quelques modifications sur des termes juridiques et tout ça qu'on doit mettre à point,
pour le pouvoir le distribuer, mais le communiqué en langue française, on va vous l'envoyer par la suite une fois que la traduction sera faite fidèlement par rapport au texte en langue française. Donc, il y a une main qui s'est levée. Une question, vous avez parlé des actions que le comité allait organiser. Vous avez parlé des actions que le comité allait organiser. Ça, Caroline. J'aimerais savoir quelle est la première action concrètement que vous avez organisée. C'est une bonne question. Je vais laisser la parole à Simon Yomeder. Il nous rend comme ça, il répond à cette question. Première action de pour le moment, c'est de toucher le maximum possible d'acteurs dans la société. Donc là, on va dégager une délégation, un groupe. Elle est ouverte. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. On va essayer de toucher toutes les associations, tous les partis politiques, tous les acteurs de la société. Comme ça, dans le but de mobiliser le maximum pour la libération de Khaled Al-Ahmed. Voilà. S'il y a lieu ensuite, par la suite, d'aller vers un grand rassemblement ou une grève de signature ou grève toujours de parution des journaux, je ne sais pas, là, ça se décidera ensemble, dans un débat. Quand on réunira le minimum de gens possibles pour aller vers une action vraiment qui pourra. Mais aller vers une action où. Une dizaine de personnes, je ne sais pas, qui vont répondre à tout, ça ne sert à rien de lancer maintenant un appel à la grève ou un rassemblement pour avoir ensuite quelques personnes seulement qui vont suivre l'appel. Merci. S'il n'y a plus de questions, donc je tiens d'abord. لأنه الناس لما سمعت أنه برلخ عن الدراجي تلقى أموال بالأورو من قنوات أجنبية أنا أريد أن أقول أنه هناك أمور تتعامل من قنوات أجنبية هذا قنوات شكرا الفكرة أنه يعني تم تداول في مواقع التواصل أنه قال الدراغي تلقى أموال من قنوات أجنبية بسبب مشاركته على قناة لي سانك مون. هذه القنوات عندها بروتوكول تتعامل به. لما تستضيف ضيف معين يعني هناك قيمة للمداخلة، قيمة مالية للمداخلة، هذا ينطبق على واحد معارض كما ينطبق على واحد مؤيد للسلطة ويطبل للسلطة، كما ينطبق على واحد محلل، كما ينطبق على واحد خبير، وهذا شيء عادي وهذا شيء معمول به عالميا ومعمول به في قنوات كبرى، يعني قناة البي بي سي مثلا إذا ظهرت في هذه القناة تأخذ مقابل مادي، وهذا بالعكس هذا مؤشر على احترافية القناة لأنها تحترم شخصك. أنت لما تخصص وقتك وتخصص جهدك وتخصص عصارة أفكارك وتعطيها لهذه القناة أكيد أنه بعض مقابلها مقابل مادي وهذا شيء طبيعي وعادي. فأحيانا هناك اللعب يعني في مواقع التواصل على مثل هذه الأمور من أجل تسويل صورة خالد الدراغي فينبغي الحذر والانتباه ودائما للمواطنين أن هذا الأمر عادي وطبيعي جدا وما في حتى إشكال. وقضية ثانية قضية يعني الحملة اللي شنت على خالد الدراغي بخصوص قضية الخبارجي قضية التعامل مع سفارات وما إلى ذلك. يعني أعتقد أن هذه النقطة بالنسبة لخالد الدراغي بالتحديد هي مضحكة. احنا بالنسبة لنا كل الجزائريين سواسية، كل الجزائريين عندهم نفس الحقوق وعندهم نفس الواجبات، ولكن انك تتهم شخص يعني عمه هو من مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسقط شهيدا يعني في العاصمة
من أجل الثورة الجزائرية تتهم يعني من يحمل اسم هذا العم ومن يحمل ذكرى هذا العم تتهمه بالتخابر. أعتقد أنه ينبغي احترام عقولنا وينبغي أنه ما نسقوش في هذه التفاهات يعني اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها يعني جيدوا لنا مبررات مقنعة، ما تجيبولناش أمور تافهة وتحاولوا تشوهوا بها أولاد الناس. لكل ذلك أقول أنه اليوم قضية ليست فقط قضية خروج خالد الغراني من السجن، ولكن قضية إعادة اعتبار لشخص يراد له أن يتحطم نفسيا وأن يقتل معنويا. وشكرا جزيلا. محمد أنا بغيت جبت مبارك على الصحفيين على كل الجورناليست اللي يقول لك تسمع على ليزاكسيون انتركم. لازم الصحفيين يكسروا جدار الخوف. اون فوا بور دو راكم قاعد عندي. لما راش الحبس ما راش يخلص. شنو من جوز ما تخلصش ما تهدرش. اون فوا بور دو خلاص كسروا جدار الخوف هذا وخرجوا يدونا كاع. لكن انا كنت بيرسونيلمون لكن خالد راني جوج سنين الحبس واش راهم يسلموا باش يجيبوا يديروا لي واش راني ندير انا برانا يدونا كاع وخلاص. كي كاع هاي نديروا ان كرون راسومبلمون يجوا يعمرونا كاع يدونا كاع الحبس القليعه كامل على ضربه اي فوق يعني حنا حراش على القليعه حراش. ميرسي محمد. جو دغي ان ديرني مو دابور باش الجانب المالي خالد الدراني القصه كل على 100 دولار يعني اللي يسمع يقول بلي خالد الدراني دا ملاير الملاير داوها ناس اخرين ما عرفوا شكون دا الملاير تاع البلاد. خالد الدراني يدي 100 دولار على مداخله. ما انا بغيت نذكر برك وهذه مديتها في المرافعه تاعي كمثال دوك اذا اليوم نحاسبوا كل مسؤول اللي باغ اكزومبل خلصوه على مداخله ولا تدريب لو بورت بارول تاع الحكومه سي بالحمر الناطق الرسمي تاع الحكومه صحفي كان في لا فونداسيون فريدريش ايبرت داروا برنامج تاع التدريب حول حريه الصحافه وهو بعد خالد الدراني استفاد من هذاك التدريب اللي كان فيه بالحمر مدرب ودا مقابل من عند فريدريش ايبرت راهو وزير في الدوله الجزائريه. دونك ما يعني عيب احنا ما نحبوش احيانا نهضروا ونستعملوا وقائع حقيقيه وبرك باش نردوا على النظام ونقولوا له ما لازمش تعتبروا باللي الشعب الجزائري راهو غبي. الشعب الجزائري مش غبي، الشعب الجزائري راهو فاهم الامور مليح. ما تجيوش تشوهوا سمعه صحفي شاب محترف بغيون تجيو تقزموا له ولا تشوهوا له سمعته بمعلومات مغلوطه وبتهم منفقه. الحاجه الاخيره انا اللي بغيت نقولها باش نختموا هذا الندوه نشكروا اس او اس اللي عطاونا الفرصه باش ننظموا هذا الندوه الصحفيه. نشكر كل الصحفيين والصحفيات، نشكر كل الناس اللي جاوا اليوم يدعموا هذا الندوه الصحفيه ونشكر الفيس تاع فيليب. نشكر فيليب اودان اللي هو ابن موريس اودان على الميساج تاعو تاع الدعم. نشكر الصحفيين في كل مناطق العالم اللي راهم مساندين ومدعمين وداروا يعني دي بيتيسيون تاع مسانده لاطلاق سراح خالد الدراني. العمل متواصل ما لازمش يفوق بيسي لاكارد. اليوم مصيرنا كل كمواطنين وكمواطنات حريتنا راهي في اللعب. ما لازمش نحبسوا ولازم هذا النظام يفهم باللي كي يحكموا خالد الدراني كاين الاف من خالد الدراني اللي راهم مجندين باش ينوضوا في وجه القمع وفي وجه التعدي على الحريات. شكرا جزيلا وجلسه مرفوعه.